جديد والبحث متواصل عن العزف على وتر المتعة في المباراة عبر هذا المبدع سامسون بينغي. سامسون زكريا الهاشمي ممتاز عبد الإله حافظي في منطقة الجزاء. الذي يسجل الهدف في هذا الزمان وهذا المكان من المباراة تعني شيء الكثير لمحمد فاخر ولكتيبة النسور. تصبح النتيجة 2-0. محمد فاخر يبدو سعيدا لهذه النتيجة من كرة ثابتة. رجاء قلت عنها أن ضربة جزاء نعم، لأنه المكان اللي جات فيه وقدرة عصام الراقي على تجسيد مثل هذه الفرص أهداف خلاته يسجل الهدف الثاني في المباراة. 2-0 للنسور أمام الكوكب على بعد ربع ساعة فقط من نهاية المواجهة. الراقي لعبها كان اجتهاد من بنتومي لكن الكرة مشات وخدات مكانتها في مرمى الكوكب.